فالدعاة إلى الله ليس عملا فقط يقام به في وقت دون وقت، الدعوة في كل مكان، لكن أول رسالة لا بد من تطهير القلب، لا بد من تطهير القلب. هذا ليس كلاما هكذا يقال جزافا، تطهير القلب. الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء والضراء، أنا أعلم عندما يكون عندك مال وازداد مالك تستطيع أن تنفق، لكن ليس السؤال هنا. عندما كنت في محنة عظيمة، عندما كنت تبني البيت، عندما كنت في الجمعية، عندما كان عندك دين، هناك تظهر حقيقة المحسن. الذين ينفقون في السراء والضراء، في وقت الضراء، نعلم أن الذين يحسنون وهم مستطيعون وهم في حالة اليسار وهم في حالة السراء يستطيع أن ينفق. أهم شيء إذا كان عود نفسه أنه يستطيع أن ينفق في الضراء سيسهل عليه أن ينفق في السراء، وليس العكس كذلك. طهر القلب بتعاملك مع الله، الرسائل، الهواتف، لا يطلع عليها إلا الله وملائكته يرصدون ويسجلون. الدعاة إلى الله يحتاجون إلى دعوة. كم من قصة، كم من حادثة لأجل زلة وقعت بهاتف. الدعاة إلى الله يحتاجون إلى أن يصلحوا ما في القلوب، لأن الداعية إلى الله إن لم يصلح قلبه فاعلم بأنه خنجر مسموم يطعن ظهر هذه الأمة. الداعية إلى الله إن لم يصلح قلبه فهو من ضمن الذين يجهزون على ما بقي من رمق في هذه الأمة، هم الذين يحطمون ما بقي من قوائم وأركان لهذه الأمة. طهر قلبك لأجل أن تنهض وأن تبني على القواعد كما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. رسالة طارئة إلى جميع الدعاة إلى الله، الدعوة إلى الله ليست منصة يعتلى إليها لأجل الشهرة، لأجل المعرفة، لأجل المنزلة، لأجل أن يعرف، لأجل أن يشار إليه بالبنان. الدعوة إلى الله ليست مطية تمتطى لأجل أن يرتفع ذكره وأن يقدم بين الناس، لأنه من وصل إلى هذه الرتبة لا بد أن يفضحه الله، لا بد أن يقع من منصته، لا بد أن يسقط من عليائه. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا نراه بأعيننا في الزوبعة التراب التي ترتفع، ما إن ترتفع وتحدث إعصارا شديدا وبعد لحظات يسقط من عليائه كل التراب حتى يصل إلى الأرض. هذا مثل أولئك الذين يحاولون أن يرتفعوا،